هل يجوز ان استنباط الاراء الفقهيه من الاحلام او الرؤى الصالحه سواء لنبينا شفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم او اي في ساعات تثبت بها ولكن المتفق عليه انها لا تثبت؟ يعني مثلا سيدنا ابو بكر الصديق جاله الصحابي في المنام اللي هو افتكر اسمه الان ابو ذر الغفاري لا 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 لا, لا. وقال له ان امتعتي اخذها فلان فذهب خالد بن الوليد ولقوا نفس ما قاله في المنام زي هو ما اخبر به الصحابي هذا الصحابي اللي هو البراء ابن مالك تدري واخد باله فخالد محمد خالد يقول فيها يعني الرؤى المناميه لا يقضى بها حكم فقهي.